مع النادي الاهلي ومع لعبه البينج بونج او اللعبه المميزه جدا دلوقتي في النادي الاهلي بعد وجود تنس الطاوله، طبعا بعد وجود عمر عصر وبعد وجود هنا جوده بقى في اسماء في البنات، وطبعا حتى اللعيبه الثانيه دينا مشرف ومريم الوديري كلهم بصراحه كل اللعيبه واللاعبات كلهم على اعلى مستوى، كل اللعيبه واللاعبات فنيا على اعلى مستوى. الكابتن محمود الخطيب بقى وجه رئيس النادي الاهلي التهنئه لفريق الرجال والسيدات في لعبه التنس الطاوله بعد الفوز ببطوله الدوري، واشاد بالجهود الكبيره بصراحه اللي بذلها اللاعبين واللاعبات على مدار الموسم وتحقيق الانتصارات اللي تليق بالاهلي وتصدر الترتيب بشكل يعكس التكاتف اللي كانوا فيه والتعاون بتاع المنظومه، بصراحه يعني حاجه عظيمه جدا. واشار رئيس النادي الاهلي الى ثقته في الاجهزه الفنيه واللاعبين واللاعبات واصرارهم على الاستمرار في مسيره الانتصارات خلال المرحله القادمه بما يسعد جماهير الاهلي ومحبيه. واكد رئيس النادي الاهلي ان التفوق الواضح لتنس الطاوله الاهلاويه يحمل كل عناصر المنظومه مسؤوليه مضاعفه. دي نقطه مهمه جدا ان انت تحافظ على الحته اللي انت فيها دي، وجهد وتركيز مضاعف للحفاظ على المكانه التي يتبوأها النادي الاهلي في لعبه تنس الطاوله وفي كل الالعاب. الحقيقه ان انت كل ما بتحصل على بطولات اكتر وكل ما بيكون ليك تاريخ في اللعبه اكتر بيبقى عليك مسؤوليه ان انت تحافظ على مكانتك اللي انت فيها يعني، وده دور النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما اجيال بتسلم بعض بالطريقه دي، اللي موجودين دلوقتي هيعلموا الصغيرين اللي معاهم ان احنا لازم نفضل في المكانه دي، لازم نفضل في المركز الاول، لازم نحافظ على التواجد اللي فيه النادي الاهلي والشعبيه اللي فيها النادي الاهلي والانتصارات طبعا يعني.